국방부의 수산업 발전을 위한 적도약에 한국이 동참할 수 있다면 그것은 한국의 대한민국은 1950년대부터 해외 어장을 진출하여 보유하고 있습니다. 그 외에도 블루테크 나다란 لمساهمته they produce livelihoods for peace information. 올해 10회째를 맞이한 한 التعاون الجدي والمثمر والفعال لماذا؟ لأنه الفعال لأنه خلال 10 سنوات تم إنجاز مشاريع حقيقية على مستوى يعني في الجزائر مثل مزرعة الجمبري بسكيكدا وكذلك مزرعة الجمبري في المياه العذبة بورقلة وكذلك مصنع الأعلاف وهذا يدخل ضمن فهذا يدخل ضمن استراتيجية الجزائر لتنمية وكذلك نقل التكنولوجيا ونقل كذلك أساليب يعني التسيير وبناء المزارع خصوصا في هذا الميادين يعني اللي الجانب الكوري له باع طويل فيها.